السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج صحافتكم، حيث نستعرض لكم أهم ما جاء في الصحف المحلية والخليجية والعربية والعالمية المطبوعة والمواقع الإلكترونية الخاصة بها. إلى الصحف المحلية، ونقرأ من صحيفة أخبار الخليج أنه بعنوان الكفاءات الشابة تقود مرحلة جديدة في العمل الحكومي، حيث نشرت الصحيفة أخبار صور الوزراء الذين تم تعيينهم بمرسوم ملكي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم لسنة 2022. صحيفة الوطن المطبوعة نطالع أنه خلال ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد يوم أمس بقصر القضيبية، أكد إلى تطلع سموه خلال المرحلة المقبلة من خلال ضخ طاقات جديدة في مجلس الوزراء لاستثمار هذه الطاقات وما لديها من أفكار لمواصلة تطوير العمل الحكومي بما يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطن، معربا سموه عن اعتزازه بالعمل مع عمالقة العمل الوطني من أصحاب الخبرات والكفاءات. هذا وعلمت صحيفة الأيام أن الوزراء الجدد من المؤمل أن يؤدون القسم أمام جلالة الملك المعظم غدا الأربعاء، ويقضي الدستور بأن يؤدي الوزراء وقبل ممارسة صلاحياتهم اليمين، ومن المزمع أن يؤدي 13 وزيرا جديدا اليمين الدستورية من أصل 23 وزيرا أغلبهم من فئة الشباب. كما ونشر صحيفة أخبار الخليج السيرة الذاتية للوزراء الجدد، فلنشاهد معكم. هذا ونشر صحيفة البلاد على صفحتها المطبوعة قراءة في الأبعاد المهمة للمرسوم الملكي بالتعديل الوزاري، وإليكم أهم العناوين التي خطتها صحيفة البلاد. تنظيم الانتخابات أول امتحان أمام وزير العدل الجديد، ودمج النفط والبيئة تعكس رؤية معاصرة في التعامل مع قطاع الطاقة، استحداث وزارة السياحة باعتبارها رافداً رئيساً للتنمية الاقتصادية، و17 هدفاً لتطبيقها في عام 2030 أمام وزيرة التنمية المستدامة نور خليف. ننتقل إلى المواقع الإلكترونية للصحف، ونقرأ من الصفحة الإلكترونية لصحيفة الأيام ونطالع منها أن التعديل الوزاري الجديد الصادر في يوم أمس تضمن استحداث 4 وزارات جديدة وفصل قطاعات عن بعض الوزارات
لتكون في وزارات منفصلة، بالإضافة إلى نقل بعض القطاعات بين بعض الوزارات. والوزارات الجديدة هي وزارة التنمية المستدامة، وزارة السياحة، وزارة الشؤون القانونية، وزارة البنية التحتية. أما التعديلات على مسميات بعض الوزارات ونقل القطاعات هي فصل البلديات والزراعة عن الأشغال، وفصل التنمية الاجتماعية عن العمل، ونقل قطاع التخطيط العمراني إلى وزارة الإسكان، وضم البيئة إلى وزارة النفط. كما نقرأ من صحيفة الأيام أن التعديل الوزاري الجديد تضمن تعيين 4 وزيرات جدد، وذلك في إنجاز جديد للمرأة البحرينية على طريق التمكين السياسي، حيث شمل التعديل الوزاري الجديد كل من السيدة جليلة، السيد جوال حسن جواد وزيرا للصحة، آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرا للإسكان والتخطيط العمراني، نور بنت علي الخليف وزيرا للتنمية المستدامة، فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرا للسياحة. نشرت صحيفة البلاد أن المرسوم الملكي بالتعديل الوزاري الصادر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه يعتبر الأكبر في تاريخ مملكة البحرين، ومن أبرز ما يتميز به دخول عناصر شابة تحمل الحقيبة الوزارية وتولي 4 سيدات قيادة الوزارات. نتحول إلى الصحف الخليجية والعربية، حيث نبدأ مع صحيفة الاتحاد الإماراتية أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله دشن مكتبة محمد بن راشد المنارة الثقافية الجديدة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز وتعميم ثقافة القراءة وتوفير منصة معرفية في المنطقة والعالم. وتضم مكتبة محمد بن راشد محتوى معرفي ضخم يتألف من أكثر من 1.5 مليون كتاب ورقي ورقمي باللغات العربية والأجنبية. هذا ومن الموقع الإلكتروني لصحيفة الاتحاد الإماراتية نقرأ أن أعضاء مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد أكدوا أن المكتبة تشكل قيمة أدبية وعلمية كبيرة للعالم العربي، وتجسد وجهاً من وجوه النهضة الثقافية التي شهدتها إمارة دبي على مدى السنوات الماضية لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية الثقافية واستقطاب الباحثين والأدباء والمفكرين والمبدعين من المنطقة والعالم. نقرأ من الموقع الإلكتروني لصحيفة الشرق الأوسط أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت عن رفع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، حيث تقرر عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة باستثناء المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، كما تقرر عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في تطبيق توكلنا للدخول إلى المنشآت وركوب الطائرات ووسائل النقل العام. نشرت صحيفة أخبار الخليج مقالا للكاتبة طفلة الخليفة والذي جاء بعنوان نفط، فإلى هذا المقال.
النفط قطاع أساسي في مملكة البحرين، كان ولا يزال يسند اقتصادها، بل ويظل ركنا أساسيا من أركان اقتصادها. مع تحسن الأوضاع عاد الطلب على النفط كما كان، وعادت الأسعار ترتفع، ما جعل للنفط وضعا أساسي لدعم الاقتصاد. وقد وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز بالاعتماد أحدث التقنيات المبتكرة للسعي نحو التطور النوعي والمستمر لجهود الشركة في النهوض بقطاع الاستكشافات النفطية وإدارة الحقول النفطية. إليكم مشاهدين فيديو نشرته صحيفة البلاد حول استقبال سوق الرطب البحرينية من خلال الاستبشار بقدوم الرطب مع بداية الشهر الجاري، فلنشاهد معكم هذا الفيديو. صبحكم الله بالخير، معاكم منال الشيخ، احييكم اليوم من سوق جد حفص. وبما ان احنا في بداية موسم رطب المواجهي، خلكم معانا تابعوا تقريرنا وتعرفوا على اقبال الناس عليه. صباحك الله بالخير. صباح الخير، اهلا وسهلا. اسمك بالخير؟ عبد الشهير شمطوط. والنعم فيك والله، الله يسلمك. اليوم موضوعنا احنا عن الرطب. نعم. وبيك تخبرني والمتابعين عن الانواع الموجوده في الفرشه الطيبه. ما شاء الله، رطب انواع واشكال، خيرات الله، خيرات البحرين. اكو بين عندنا المواجي، هذا سيد سعيد اول ما يبين يجي يشتري من عندي. وعندنا بين الطيار، وجاي وراه البكيرة، وبعد البكيرة جاي الغرة، وبعد الغرة جاي الناصري، وجاي الخنيزي، شعدلش جاي الخلاص، جاي الخضيري، جاي الشيشي، جاي بالخصيب عصفور، جاي الشمبري، جاي الله يلعن الشيطان الحاتمي، جاي أصابع البنات، جاي المدلل، جاي شبيبي، جاي لآخرهم خصيب عصفور السلمي. سلام عليكم، شو اسمك بالخير؟ سيد سعيد. والنعم فيك، شو اسم الفرشة؟ الفرشة ما لها اسم سيد سعيد فرشتين. والنعم فيك، الله يعطيك العافية، الله يسلمك يابا. كلمنا عن الرطب اللي عندك. الرطب اليوم تو مبين هذا المواجي مبشر، هذا اللي عندنا موجود، والتين والخلال، هذا بعد خلال موجود، يعني هذا بشرى الحين بيجي ان شاء الله الغره والاخلاص، وهذا اشياء خير واجد بيجي. يعني اسمك بالخير؟ فاضل البقالي. والنعم فيك. يا ريت لو تكلمنا عن انواع الرطب الموجوده، ويا ريت بعد لو تخبرنا عن اقبال الناس على الرطب هالايام. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير والسعادة. احنا اليوم الرطب بين اول ما بين المواجي، وبعد موجود الخلال، المواجي طاح بعد حتى نزل الطيار، نزل الغرة بس جابوها امس كمية بسيطة، يمكن 400 جرام كذي، يعني بين السنة من وقت بالنسبة للنوع الثاني من الرطب. هذا رطب المواجي، هذا الخلال، هاي خلال الرطب اللي بعد ما يستوي خلال، يعني لما الموسم ماله متاخر بعد المواجي اللي جاي بعد الاخلاص يستوي خلال. وعندك السلوك، هاي السلوك مال العام مال الخنيزي. قبال الناس يبوا على الرطب شلون؟ والله قبال الناس زين، بس بعد الناس بعد ما درت انه في رطب زياده، ويا هذا عقب ما يبين يصير استقبال واجد الحمد لله. مشي يعني. شنو اللي حل محل الصداره نقدر نقول ما بين هالانواع؟ خب الانواع افضل شيء، خب ملك الرطب الاخلاص. بس ناحية الحين الموجود مواجي ياخذ سعره فوق، بس بالنسبة لأنه كأول رطب والله يجي أيام الإخلاص هذا ما حد ياخذه، لكن الله يعز وإذن هي الله عازنها. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد، فلنشاهد.
بهذا أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. إلى اللقاء.